تفضلوا تفضلوا سيد نايف. سيد رئيس، يمكن أن نتفق ويمكن أن نختلف، ولكن ما لا يمكن أن نختلف حوله هو أن سيدنا ديال المغاربة كاملين أغلب يوم معارضة. لا يعقل أن النواب اليوم كيجيبوا واحد المشروع وواحد البرنامج واحد البرنامج اللي كتصادق عليه القبة وكيقولوا صادق عليه سيدنا. هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام الله يخليكم الله يخليكم سيد رئيس سيد نايب كيدير لي مشاكل سيد نايب الله يخليكم سيد نايب الله يخليكم في التسيير الله يخليكم بقاو في التسيير الله يخليكم لا لا متى الله يخليك شكرا شكرا الله يخليكم الله يخليكم الله يخليك شكرا سيد رئيس تفضلوا الله يخليك في التسيير الله يخليك سيد رئيس الكلام ديالي موجه لكم سيد الرئيس الله يخليك سيد نايم كلامي موجه لكم سيد الرئيس اسمح لينا الله يخليك شنو الله يخليك سيد نايم ما عطيتكش كلمه ما عطيتكش كلمه سيد نايم ما عطيتكش كلمه ما تفعليش بالطبق سيد نايم ما عطيتكش كلمه سيد الرئيس الكلمة ديالي جاية في إطار تسير الجلسة نعم سيد أطلب منكم أن يسحب السيد النائب المحترم لإقحام صاحب الجلالة في موضوع البرنامج الحكومي سيدنا الله ينصره هو أكبر من الجميع وبعيد على البرنامج ولا يتحمل مسؤولية الغلاء المعيشة